مساء الخير على حضراتكم جميعا، معاكم الدكتور كريم. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم دايما كده يا رب. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الأخيرة اللي هي متعلقة بالزوم أبليكيشن، طبعا آخر جزء طبعا من المنهج هنستكمل بيه النهاردة اللي هو الأخطاء المحاسبية. طبعا حضراتكم زي ما هو ظاهر عند حضرتك على الشاشه، الاخطاء المحاسبيه دي عباره عن ايه؟ بيقول لك الاخطاء المحاسبيه دي عند سيادتك نوعين من الاخطاء. بتنقسم الاخطاء المحاسبيه الى نوعين. النوع الاولاني اخطاء بيتم اكتشافها قبل ترصيد الحسابات، ولما قبل ترصيد الحسابات وقبل ما بيتعمل ميزان المراجعه. والنوع الثاني من الأخطاء إن الأخطاء بيتم اكتشافها بعد ترصيد الحسابات وبعد لما بيكون اتعمل ميزان المراجعة، والأخطاء دي بيكتشفها المحاسب بعد لما بيرصد الحسابات دي وبعد لما بيعمل ميزان المراجعة يبتدي يعالج الأخطاء دي إزاي. طبعا بيقول سيادتك إن كل نوع من النوعين السابقين بيتضمن أخطاء ما بتتأثرش على توازن جانبي ميزان المراجعة، والنوع الثاني أخطاء بتأثر على توازن جانبي ميزان المراجعة. النهاردة إن شاء الله هناخد أولاً هناخد الأخطاء اللي بيتم اكتشافها، الأخطاء المحاسبية، المحاسب اللي بيكتشف الأخطاء دي قبل ما بعمل ميزان المراجعة. يبقى أولاً الأخطاء التي تكتشف قبل عمل ميزان المراجعة، ويقصد بها تلك الأخطاء اللي بيتم اكتشافها خلال الفترة المحاسبية قبل ترصيد الحسابات وعمل ميزان المراجعة. وبتنقسم تلك الأخطاء إلى نوعين، في أخطاء ما بتتأثرش من خلال ميزان المراجعة، وفي أخطاء والنوع الثاني في أخطاء بتتأثر من خلال ميزان المراجعة. طيب هناخد النهاردة بس الأخطاء اللي ما بتتأثرش في حالة لما يبقى حضرتك ما بتتأثرش في حالة لما يبقى في توازن من خلال جانبي ميزان المراجعة. حضرتك أنت عارف ميزان المراجعة ده جدول بيوضح لك فيه الكشف الأرصدة المدينة والدائنة لحسابات دفتر الأستاذ. معنى كلمة ميزان المراجعة يا أساتذة هو كشف بالأرصدة المدينة والدائنة لحسابات دفتر الأستاذ. النهاردة إن شاء الله هناخد هو الجزء اللي هو المتعلق بالأخطاء المحاسبية. المحاسب بيحصل له عملية خطأ في ترصيد الحسابات، إزاي إن حضرتك بنعالج الأخطاء دي إزاي؟ هناخد مع بعض كذا تمرين. الأخطاء دي في أخطاء ما بتتأثرش، في حضرتك الأخطاء عندك نوعين، أخطاء النوع الأولاني من الأخطاء اللي الأخطاء دي المحاسب بيكتشفها قبل ما بيعمل ميزان المراجعة، والنوع الثاني من الأخطاء اللي بتكتشف بعد لما بيتعمل ميزان المراجعة. النهاردة إن شاء الله هناخد الأخطاء اللي بيتم اكتشافها قبل عمل ميزان المراجعة. الأخطاء اللي بيتم اكتشافها قبل عمل ميزان المراجعة في نوعين من الأخطاء، في أخطاء ما بتتأثرش من خلال ميزان المراجعة، وفي أخطاء تانية بتتأثر من خلال ميزان المراجعة. النهاردة هناخد الأخطاء اللي ما بتتأثرش من خلال ميزان المراجعة. أو حضرتك نمرة ألف، هناخد الجزء النهاردة اللي في المحاضرة بتاعتنا الأخطاء اللي ما بتتأثرش من خلال ميزان المراجعة، اللي هي أخطاء لا تؤثر على توازن جانبي ميزان المراجعة. وهذه الأخطاء بتنقسم إلى 5 أنواع، في أخطاء الحذف، وفي أخطاء في اسم أو نوع الحساب، وفي أخطاء في تكرار القيد أو الترحيل، وفي أخطاء في إثبات مبلغ العملية، وفي أخطاء الإيه المتكافئة. أو أول نوع من أنواع الأخطاء هناخد أخطاء الحذف. تعال نقرأ مع بعض تمرين مثال واحد متعلق بأول نوع من أنواع الخطأ اللي هي أخطاء الحذف اللي ما بتتأثرش. الخطأ المحاسبي ده ما بيتأثرش من خلال ميزان المراجعة. مثال واحد بيقول لي سيادتك في 1/1/2006 باع في 2009 عفوا، باعت الشركة بضاعة نقدا، باعت نقدا إحدى المنشآت بضاعة بمبلغ 5000 جنيه، ولكن المحاسب لم يثبت هذه العملية بدفتر الأمية العامة. وعند اكتشاف الخطأ في 1/4/2009 فإنه ينبغي تصحيحه في اليوم المذكور بالقيد التالي. يقول لسيادتك إن في يوم 1/1 المؤسسة باعت بضاعة نقدا بمبلغ 5000 جنيه، ولكن احنا في المحاسب نسي يقيد الايه العمليه دي، نسي يقيدها عنده في دفتر اليوميه. بيقول لك ولكن المحاسب لم يثبت هذه العمليه بدفتر اليوميه. واكتشف الخطا ده امتى؟ اكتشف الخطا بعد 3 شهور في يوم 1/4،
اكتشف الخطأ. بعد 3 شهور المحاسب اكتشف الخطأ ان المفروض كان يسجل العملية وما سجلهاش. طيب هنيجي بقى نعالج الخطأ ده، هنعالجه ازاي؟ ايه بقى حضرتك هتكتب الايه، هتعمل القيد المحاسبي، هن ايه هنقيده، هنقيده عندك في دفتر اليومية، لا ونثبت العملية دي مرة تانية علشان هي ما اتثبتتش المرة الايه الاولانية، هنثبتها بقى في حالة الايه، حالة الخطأ. طبعا حضرتك عشان تثبت العملية دي ادي اهو هتعمل جدول، خلاص اللي هو دفتر اليومية عبارة عن مدين وداين، اللي هو منه ولو مدين وداين والبيان والتاريخ. طبعا اكتشاف الخطأ التاريخ اللي هو يوم 1/4 اهو، هتكتب التاريخ عند سيادتك اللي ظهر عند الشاشة في يوم 1/4، وهنقيد العملية في شكل قيد محاسبي. طيب هنقيد العملية ازاي يا حضرات في شكل قيد محاسبي؟ بيقول لك اهو باعت الشركة او باعت المؤسسة او باعت المنشأة بضاعة نقدا. كلمة باع بضاعة تبقى مشتريات ولا مبيعات؟ تبقى مبيعات، والمبيعات اصلا يا حضرات مبيعات طبعا دائنه. طبعا لما بتشتري بضاعه بنسميها مشتريات، والمشتريات بتصبح مدين. اما لما انت بتبيع بضاعه يبقى ايه، تبقى مبيعات، والمبيعات بتصبح دائن. وبيقول لك وحصلت المبلغ ايه نقدا. نقدا يعني ايه؟ خزينه. شكل القيد عباره عن ايه؟ هتقول من حساب الخزينه، يبقى الخزينه حصلت 5000 جنيه وماشي، ومين وبتذكر بقى اسم البضاعه اللي اتباعت اللي بنسميها الى حساب الايه يا حضرات؟ الى حساب المبيعات. بكام المبلغ؟ اللي هو مبلغ اللي هو 5000 جنيه. يبقى حضرتك يبقى المحاسب يثبت العمليه مره تانية في حاله ان هو ما ثبتش العمليه المره الاولانيه، فبيثبتها في المره التانية. شكل القيد عباره عن من حساب الخزينه الى حساب المبيعات بمبلغ 5000 جنيه في المدين و5000 جنيه في الدائن. طبعا شرح القيد اهو زي ما هو قايل لك في الـ في الـ في الـ في القيد نفسه، بيقول لك إثبات القيد الخاص بالمشتريات النقدية في 1/1 الذي سقط سهوا ولم يثبت بدفاتر اليومية بالتاريخ المذكور. ده أول نوع من أنواع الأخطاء اللي هو أخطاء الإيه؟ الحذف. الحذف يعني إيه؟ الحذف يعني حالة إن إيه؟ عملية تمت وما تأيدتش. عملية حصلت جوه الشركة أو جوه المنشأة وما تأيدتش، والمحاسب لم يثبت هذه العملية. طب هنثبتها بقى إزاي؟ أو بيكتشف الخطأ، المحاسب بيكتشف الخطأ المحاسبي وبيعيد القيد المحاسبي مرة أخرى. ده أول نوع من أنواع الأخطاء اللي هي أخطاء الحذف. كده التمرين الأولاني يا حضرات، في حد عنده أي مشكلة؟ لا تمام. ها الناس، بقيت الناس تمام. تمام. طيب النوع الثاني من الاخطاء اللي هو في حاله في اسم او نوع الحساب. الخطا الثاني يا حضرات في اسم او نوع الحساب. تعال نقرا مع بعض التمرين الثاني. بيقول لك الشركه بتدفع نقدا في 1/1 مبلغ 2000 جنيه الى حسين علي، وان تجعل خطا الجانب المدين عند القيد باليوميه حساب حسن هو اسمه حسن علي بدلا من الحساب الصحيح وهو حساب حسين علي على النحو التالي. يعني بيقول لسيادتك ان الشركة بتدفع فلوس كاش بمبلغ 2000 جنيه لمين؟ لاسم الشخص اللي هو دفعه، اللي هو اسمه مين؟ اسمه ايه اللي هو ايه في الاساس؟ حسين. المحاسب لما جه ايد بدل ما ايد كتب حسين كتب على انه ايه؟ حسن. حسن. فطبعا ده حصل خطأ اهو في اسم او نوع الحساب. يعني المحاسب بدل ما يقيد المفروض ان الشركة او المؤسسة او المنشأة بتدفع نقدا 2000 جنيه لحسين، بدل ما قيد كلمة حسين قيد على انه مين؟ حسن. يبقى لما تيجي ايه، طبعا يبقى شكل القيد لما جه كتبه بالشكل ده، او كتب في 1/1 المبلغ 2000 جنيه او دفع فلوس لحسين، طبعا كتبها على انها حسن من حساب حسن علي الى حساب الخزينه. الشركه هي اللي دفعت، والشركه لما بتدفع فلوس يبقى كده معناه ان الخزنه بتقل، والخزنه هنا في الحاله دي لما بتصبح دائن. طبعا من حساب حسن الى حساب الخزينه، وطبعا شرح القيد المبلغ المسدد نقدا الى حسن علي. طبعا المحاسب المفروض بدل ما كان يكتبها حسين كتبها على انها ايه حضرات؟ حسن. حسن.
طيب دلوقتي عايزين نرجع القيد كما كان، وبدل ما اغير الاسم، بدل يبقى حسن يبقى حسين. هنعمل ايه حضرتك؟ اول حاجه الطريقه الاولى هنستخدم اللي هي الطريقه المطوله. في الطريقه المطوله وفي الطريقه المختصره، بس انا بالنسبه لي الافضل اللي هي الطريقه المطوله. الطريقه المطوله اللي حضرتك هتشتغل عليها، اول حاجه عايزين نلغي القيد ده، القيد المحاسب اللي جه ايده عنده في الدفاتر عايزين نلغيها. ليه عايزين نلغيها؟ عشان هو كتبها اسم الشخص اللي هو اسم الشخص المصري اللي هو كتبها في الدفاتر يا حضرات. حسن حسن، وهو المفروض يكتبها على اسم مين؟ حسين. حسين. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنلغي القيد، يبقى القيد نعمل كده عكسي. يبقى المحاسب عشان جه ايده لازم نلغي القيد. هنلغي القيد ازاي؟ هتعكس. عشان تلغي القيد هتعكس التزينة، بدل ما هيبقى في الداين هيبقى في الايه؟ في المدين. في المدين. بدل حسن يبقى في المدين هيبقى في الايه؟ في الداين. اول حاجة اهو بنلغي القيد. عشان تلغي القيد لازم تعكس القيد. لازم بتعمل بقيد عكسي. عشان تعمل بقيد عكسي يا حضرات يبقى هنقول هنعكسه، يبقى ايه؟ بدل ما الخزينة هيبقى في الداين هيبقى ايه يا حضرات؟ هيبقى فين؟ في المدين. في المدين. يبقى هن ايه؟ يبقى هنقول من حساب الخزينة الى حساب مين؟ الى حساب حسن علي. بالظبط. يبقى كده احنا لغينا القيد. يبقى القيد اللي اتقيدت، اللي اتعمل اصلا القيد الخطأ، لغيناه. طيب خلاص، يبقى بعد لما لغينا الخطأ، بعد لما لغينا القيد الخطأ اللي هو عبارة عن من حساب الخزينة الى حساب حسن، ولغينا القيد بمبلغ 2000 جنيه، هنجري بقى نسبة العملية على الوجه الصحيح. نرجع بقى العملية تاني كما كانت، نعكسها تاني زي الأول، بس بدل ما هنغير طبعا إيه، هنغير كلمة حسن، بدل حسن هنخليها مين يا حضرات؟ حسين. حسين. يبقى شكل القيد الصحيح هيبقى عبارة عن من حساب حسين إلى حساب إيه؟ خزينة. بكام؟ بمبلغ كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه. يبقى هو أثبتنا القيد الصحيح الخاص بسداد المبلغ المذكور اللي الشخص المفروض أكتبه صح، اللي هو إلى حساب حسين بعد تصحيح الخطأ. المحاسب كتبها على إنها حسن، والمفروض هو مش حسن، هو مين؟ هو حسين. حسين. تمام كده يا حضرات؟ ده النوع الثاني من الخطأ في حالة أو في اسم أو نوع الخطأ. ده النوع الثاني من أنواع الأخطاء المحاسبية. ها، في حد عنده مشكلة في مثال اتنين التمرين التاني؟ لا تمام. طيب التمرين يعني التاني. يا دكتور نلغي اللي هو الغلط، يعني نعمل هتلغي الخطأ وبعدين هتلغي نعمل القيد. نعمل الصح. بالظبط، هنلغي القيد. لما هتلغي القيد هتعكس القيد، بعد لما هتعكسه نثبت بقى القيد الصحيح. عشان تثبت القيد الصحيح بدل ايه؟ هترجعه بالشكل الصحيح، بس بدل ما هنغير كلمة حسن هيبقى مين الشخص؟ اللي هو الاساس حسين. اللي انت دفعت له الثمن، الثمن الفلوس اللي هو واخدها منك مين؟ حسين علي. هو حسين. تمام يا دكتور. طيب ده الطريقه المطوله. في الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه المختصره، سيبك منها، انا اللي يهمني بس الطريقه المطوله اللي هو بيتعمل على شكل قيدين. الطريقه المختصره هو بيعملها في قيدين. لا انا مش عايزك تعملها لي، انا مش عايزك تطبقها لي بالطريقه الثانيه اللي هي الطريقه المختصره. انا عايزك تطبقها لي اللي هي الطريقه الاولى اللي هي الطريقه المطوله. تمام. طيب التمرين الثالث نشوف كده. التمرين برضه نفس نوع الخطا. تمام، نوع تاني من انواع الاخطاء المحاسبيه. بيقول لي سيادتك في يوم 1/1 اشترت احدى المنشات سياره نص نقل، نصف نقل بمبلغ 66000 جنيه لاستخدامها في توزيع منتجاتها، وقد اكتشف في 2/7 أن ثمن السيارة قيد بحساب المصروفات العمومية بدلا من قيد حساب السيارات. تعالى كده، هو عمل ايه؟ هو كتبها بالشكل ده، المحاسب كتبها بالشكل ده. هو المفروض المحاسب العملية بيقول لك ان الشركة اشترت سيارة بمبلغ كام يا حضرات؟ 66000 لاستخدامها في توزيع منتجاتها. معلش هنا بشيك، في كلمة هنا بشيك، دقيقة واحدة. بشيك. شيك يعني ايه؟ يعني مصرف. شيك. ايوه شيك. يعني ايه؟ بنك. بنك ولا خزينة؟
بنك 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 بالظبط. فهو بيقول ان الشركه ايه اشترت سياره بمبلغ 66000 جنيه في شيك ببنك. لما نيجي نعمل يبقى المفروض الاساس لما تيجي تعمل القيد يبقى القيد عباره عن ايه؟ يبقى المفروض اساسا من حساب السيارات، عشان هو اشترى سياره من حساب السيارات الى حساب البنك، صح ولا لا؟ ان انت اشتريت سياره. طبعا لما انت بتشتري سياره، السياره دي بتمثل اصل ثابت، فطبعا ايه اي حاجه انت بتشتريها بتصبح مالك. بشكل القيد حضرات عباره عن من حساب هيبقى من حساب السيارات الى حساب الايه البنك بمبلغ 66000 جنيه. المحاسب بدل ما كتبها على انها سيارات كتبها على انها ايه حضرات؟ مصروفات عموميه. فالمحاسب لما كتبها كتبها بالشكل ده، من حساب المصروفات العموميه الى حساب البنك. احسب البنك كام؟ 66000. هو المفروض يكتبها مصروفات ولا يكتبها سياره؟ سيارة. سيارة بالظبط. اللي هو المحاسب بدل ما كتبها على انها سيارة كتبها على انها مصروفات ايه عمومية. عمومية. ده القيد المحاسب لما جه ايده عنده في ده ايه في الدفاتر بتاعته. تمام. طيب يبقى كده دلوقتي يبقى القيد ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا. طبعا القيد ده غلط. عشان ترجعه بالشكل الصحيح هنعمل ايه؟ نعكسه الطريقة نعكسه الاولى نعمل من حساب طريقة البنك مطولة. من حساب اول قيد المصروفات العمومية. بالظبط، اول قيد يا حضرات هنلغي القيد. عشان تلغي القيد الخطأ هنعمل ايه؟ هنلغيه ازاي؟ هنعكسه. نعكسه ازاي بقى؟ يبقى شكل القيد عبارة عن ايه؟ في حد يقدر؟ من حساب البنك الى حساب المصروفات العمومية. بالظبط، من حساب البنك الى حساب المصروفات العمومية 66000. 66000 ان احنا بنلغي القيد. عشان تلغي القيد بنعكسه، وبعد كده القيد الثاني بتثبت القيد الصحيح. بنرجع بقى القيد الصحيح ايه بقى؟ يبقى القيد الصحيح يبقى عباره عن ايه؟ من حساب السيارات الى حساب البنك بالظبط بمبلغ كام؟ 66000. 66000 بالظبط. ها صعبه كده يا حضرات؟ لا لا. طيب ده التمرين الثالث. طيب التمرين النوع الثالث من انواع الاخطاء، النوع الثالث اللي هي من انواع الاخطاء في حاله خطأ في تكرار القيد والترحيل. طيب مثال اربعه، نرى كده مع بعض المثال اهو. اذا حصلت اذا حصلت احدى المنشآت 3000 جنيه من العميل ماهر في 1/1، وقام المحاسب باثبات هذه العمليه مرتين، وهذا يعني ان حساب الخزينه جعل مدين بمبلغ 6000 جنيه وحساب ماهر دائن بمبلغ 6000 جنيه بزياده قدرها 3000 جنيه في الجانبين. وعند اكتشاف الخطأ في 1/6 يتم تصحيح عن طريق اثبات قيد عكسي لاحد القيدين المكررين على النحو ده. يعني ايه اللي حصل كده يا شباب؟ بيقول الشركه او المؤسسه او المنشاه حصلت مبلغ كام؟ 3000 من مين؟ من العميل ماهر. من ايه؟ من العميل ماهر. تمام. طيب يبقى كده المفروض يبقى المحاسب لما يجي يقيد العمليه هنقول من حساب الخزينه، ان طبعا الشركه حصلت فلوس، صح ولا لا؟ طبعا لما الشركه بتحصل فلوس يبقى كده معناه ان الخزنه خدت فلوس. فالخزنه لما بتاخد فلوس بتصبح ايه يا حضرات؟ مدين ولا دايم؟ مدينه. بالظبط. فبتقول من حساب الخزينه الى حساب ماهر. طبعا مين الشخص طبعا اللي دفع الفلوس؟ اللي هو ماهر، اللي هو المفروض المبلغ كام؟ 3000. المحاسب بدل ما كتبها على انها 3000 كتبها على انها كام؟ كررها مرتين، كتبها على انها كام؟ 3000. كتبها على انها كام؟ 3000. 6000. طيب يبقى كده، يبقى كده بقى يبقى ده مش حصل خطأ محاسبي؟ طيب يبقى لما كده لما حصل خطأ محاسبي هنعمل ايه بقى؟ عايزين نعكس القيد. هنعكسه ازاي؟ او الخزينه بدل ما هيبقى في المدين هيبقى فين يا حضرات؟ الدائن. ماهر اللي كان في الدائن هيبقى في الايه؟ في المدين. يبقى طبعا عشان تلغي القيد هتقول من حساب ماهر الى حساب الخزينه بالمبلغ كام؟ 3000. قيد واحد ده هو لغاها. نعم 6000 الحساب يا دكتور. 6000 بالظبط. وبعد كده لما اجي ارجعها بقى بالشكل الصحيح يبقى هتقول ايه بقى؟ ها؟ ها
من حساب ماهر الى حساب، من حساب ماهر الى حساب المدينه بكم المبلغ؟ 6000 جنيه. 6000 جنيه صعبه؟ لا يا دكتور. طيب النوع الرابع من انواع الاخطاء اللي هو الخطا في اثبات مبلغ العمليه. اقرا كده معايا مثال خمسه. استلمت احدى المنشات في 1/3 شيك بمبلغ 9500 جنيه من شركه النصر، واكتشف الخطا في 1/5 ان القيد المبلغ بدل ما كتبها على انها 9500 كتبها على انها كام؟ 590. ها يا حضرات، المفروض يبقى المبلغ كام؟ 9500 وهو كتبها على انها 590. طبعا هنا بيقول لك ان الشركه استلمت شيك من شركه النصر، طبعا يبقى كده معناه ان لما الشركه او المؤسسه بتستلم شيك، شيك يعني بنك، يعني من حساب البنك، طبعا ان البنك خدت فلوس، فبتقول من حساب البنك الى حساب اسم الشركه اللي استلمت منه الشيك اللي هو شركه الايه؟ النصر. طبعا كتبها على انها 590، والمفروض هي مش 590، المفروض يبقى المبلغ كام يا حضرات؟ 9500. عشان أأيد المبلغ ده 9500 في دفاتري هعمل إيه؟ هلغي القيد. هلغي القيد هنعكسه، يبقى هنعكس القيد إزاي؟ ها؟ هنقول من حساب إيه لحساب إيه؟ حساب شركة النصر لحساب البنك. بالظبط أهو، زي ما أنا عامل أهو في الحل أهو، في الطريقة المطولة في القيد الأولاني عشان تلغي القيد الخطأ، هتقول من حساب تعكس القيد، هنقول من حساب شركة النصر إلى حساب البنك، طبعًا اللي هو المبلغ كام؟ ال 590. بعد كده القيد الثاني هثبت بقى القيد الصحيح، بدل ما هيبقى 590 هيبقى كام يا حضرات؟ 9500. 9500 أو 9500 نفس القيد اللي اتعمل إيه؟ اللي هو كاتبه في الأساس، اللي هو من حساب البنك إلى حساب شركة النصر. صعبة؟ لا. طيب النوع اللي بعده، النوع الخامس، هنتكلم عن الأخطاء المتكافئة. ناخد كده مع بعض تمرين، نوع من أنواع تاني، نوع من أنواع الأخطاء المحاسبية. مثال 6، في 1/10 اشترت إحدى المنشآت نقدا بضاعة، اشترت المنشأة إحدى المنشآت بضاعة نقدا بمبلغ كام يا حضرات؟ 4500. فطبعا جعل حساب المشتريات مدين، طبعا ان هو اشترى بضاعه، فلما بيشتري بضاعه بنسميها مشتريات ولا مبيعات؟ مشتريات. مشتريات. مشتريات مدينه ولا دائنه؟ مدينه. مدينه بالظبط. فهو كتب حساب المشتريات مدينه، بس الخطا اللي حصل بدل ما كتب 4500 كتبها على انها كام؟ 5400. زياده المبلغ، حصل زياده، الفرق كام قدره؟ 900 جنيه. وجعل حساب الخزينه ان هو دفع الفلوس كاش، حساب الخزينه دائنه، حط المبلغ زي ما هو بالشكل الصحيح اللي هو ال 4500. فطبعا يبقى شكل القيد هو كتبه ازاي؟ شكل القيد المحاسبي لما جه ايده عنده في دفاتره، كتب من حساب المشتريات الى حساب الخزينه، كتب المشتريات بدل ما كتبها على 4.5 كتبها على انها كام؟ 4500. 5400. كالمشتريات خلاص، المفروض هو اشترى بضاعه قيمتها 4500، لان المحاسب لما جه ايدها ما ايدهاش بال 4500 في المشتريات، كتبها كام يا حضرات المبلغ؟ 5400. والخزينه كتب المبلغ زي ما هو صح اللي هو ال 4500. فبالتالي يبقى كده حصل فيه خطأ. ليه حصل فيه خطأ؟ ان الرقم اللي هو ايده في المدين مش زي الرقم اللي ايده في الايه؟ في الداي. هنعمل ايه بقى؟ ها عشان نرجع الرقم ال 5400 نعدلها ونخليها 4500، هنعمل ايه يا حضرات؟ ها يا حضرات، يا ريت بعد اذنكم لو في اي صوت ناس حواليكم يا ريت تعمل ميوت بعد اذنكم. الناس سامعيني؟ سامعينك يا دكتور، سامعينك. طيب ده حضرتك دلوقتي عشان نلغي القيد، هنلغي القيد ازاي؟ ها؟ يبقى لما تيجي تلغيه هنقول من حساب ايه لحساب ايه؟ نعكسه، نعكس القيد، هنعكسه ازاي؟
الخزينه حساب المبيعات من حساب الخزينه لحساب المشتريات يا فندم. مشتريات مشتريات. يبقى لما نيجي نعكس القيد يبقى من حساب الخزينه الى حساب المشتريات طبعا بنفس المبلغ اهو. هنعكس القيد او نرجع للمساله اهي الحل اهو. هنعكس القيد هنلغي القيد الخطا هنقول من حساب الخزينه الى حساب المشتريات. الخزينه كانت كام المبلغ؟ كانت 4500 والمشتريات كانت كام المبلغ؟ 5400. تمام. لما تيجي بقى تثبت القيد الصحيح هنرجعه تاني بالشكل الصحيح هنقول من حساب المشتريات الى حساب الخزينه بس المبلغ كام يا المبلغ كام يا حضرتك؟ 4500. 4500 تمام كده. طيب طيب نكمل بقيه التمرين او مساله تانية نوع تاني عمليه تانية. في 5/10 في 5 اكتوبر في 5 اكتوبر باعت المنشاه نقدا بضاعه بمبلغ 5600 جنيه فجعل حساب الخزينه مدين بمبلغ 5600 جنيه وحساب المبيعات دائنا خطا بدل ما كتب 5600 كتبها على انها كام يا حضرات؟ 6500 جنيه. يعني في فرق زياده قدرها كام؟ طبعا المحاسب لما جه قيد عنده في دفاتر الخزنه لما جت قيدت عنده في الدفاتر هيبقى طبعا شكل القيد اهو مدين وداين والبيان والتاريخ. في 5 اكتوبر الشركه حصلت مبلغ 5600 جنيه فالشركه لما بتحصل 5600 جنيه يعني الخزنه خدت فلوس فالخزنه لما بتاخد فلوس بتبقى مدين بتصبح مدين فشكل القيد بتقول من حساب الخزينه الى حساب الايه بقى؟ البضاعه اللي اتباعت. البضاعه اللي اتباعت كام اللي هي الايه بنسميها ايه حضرات؟ المبيعات. والمبيعات اصلا بطبيعتها مدينه ولا دائنه؟ دائنه. فشكل القيد بتقول من حساب الخزينه الى حساب الايه؟ المبيعات. فشرح القيد اهو كتب اثبات المبيعات النقديه. كتب الخزينه كام المبلغ؟ كتب المبلغ اللي هو اساسا كتبها كام؟ 5600. وفي المبيعات بدل ما كان يكتبها 5600 كتبها على انها كام؟ 6500. يبقى كده القيد كده صح ولا غلط؟ غلط طبعا. غلط طبعا عشان الرقمين مش زي بعض ان المدين مش زي الدائن. عشان ترجع القيد بالشكل الصحيح هنعمل ايه الاول؟ القيد الاولاني هنلغي القيد الغلط هنلغي القيد الخطا. عشان نلغي القيد الخطا هنعمل ايه يا حضرات؟ عشان نلغيه هنعكسه. هنعكسه ازاي؟ ها يبقى بدل ها لما نيجي نعكس القيد بدل المبيعات هيبقى في الدائن هيبقى في الايه؟ المدين. في المدين. من المدين. الخزينة بدل يعني من حساب المدين. المبيعات الى حساب الخزينة. بالضبط اهي من حساب المبيعات الى حساب الخزينة اهو الغينا القيد الخطأ. بكام المبلغ؟ المبيعات كانت كام المبلغ عندك؟ اهو المبيعات كانت كام المبلغ؟ 6500 والخزينة كانت كام؟ ها يا حضرات؟ 5600. اهي المبيعات 6500 والخزنه 5600. عشان تثبت القيد الصحيح لما تيجي بقى تثبت القيد الصحيح ايه اللي هيحصل؟ ها هنعمل ايه؟ هنرجعه بقى تاني بالشكل الصحيح هنعكسه تاني هنرجعه تاني بالشكل الصحيح هنقول من حساب ايه لحساب ايه حضرات؟ خزينه لحساب المبيعات. من حساب الخزينه الى حساب المبيعات. بكام المبلغ المفروض اللي هو المفروض بالشكل الصحيح اللي هو كام في الاساس ان هو كان قايل لك هنا كام المبلغ؟ 5600. كام؟ 5000 وكام؟ ها 5600. 5600 جنيه. ادي اهو اتايدت على انها 5600 جنيه او اثبتنا القيد الصحيح بعد الغاء الخطا بالقيد السابق في 20/10. صعب كده يا شباب؟ ها في كده في مشكله؟ ها لا تمام كله تمام يا دكتور. تمام هو ده كده يعتبر النهارده. يبقى كده احنا خدنا 6 تمارين 6 مسائل متعلقه بالاخطاء المحاسبيه في حاله ايه بقى؟ في حاله لما خدنا 6 انواع من الاخطاء المحاسبيه في حاله اهو في حاله الاخطاء اللي بيتم اكتشافها قبل ما بيتعمل ميزان المراجعه. المحاسب بيكتشف الاخطاء دي قبل ما بيعمل ميزان المراجعه. في اخطاء ما بتتاثرش وفي اخطاء بتتاثر. احنا خدنا الانواع اللي هي خاصه بالاخطاء اللي ما بتتاثرش في ميزان الايه المراجعه. احنا كده لحد كده وهنوقف المنهج لحد كده
يعني هنوقف المنهج لحد كده النهارده، ويبقى كده بالنسبه بالنسبه لسيادتك يبقى انا كده يعتبر لمينا المنهج بنسبه 80% من الشرح. طبعا المنهج اللي حضرتك درسته في ماده محاسبه ماليه 2 درسنا مع بعض التسويات الجرديه بجميع عناصرها، اخذنا طبعا التسويات الجرديه درسنا فيها العناصر بتاعتها، المصروفات المقدمه والمستحقه والايرادات المقدمه والمستحقه والديون المعدومه ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها وطرق الاهلاكات. درسنا مع بعض ثلاث أنواع من طرق الإهلاكات اللي هي طريقة القسط الثابت والقسط المتناقص وإعادة التقدير. أخذنا المسألة الثانية أو الموضوع الثاني، درسنا مع بعض صندوق المصروفات النسرية، وبعد كده درسنا الموضوع الثالث اللي هو بيتكلم عن الأصول الثابتة وإهلاكها. أخذنا نوعين من الأصول الثابتة وإهلاكها، أخذنا النوع الأولاني أو الحالة الأولى في حالة بيع الأصول الثابتة إزاي بتتأثر عند سيادتك في القيود المحاسبية، والنوع الثاني أو الحالة الثانية في حالة استبدال الأصول الثابتة، إن أنت بتبدل أصل قديم بآخر جديد وإزاي إن حضرتك بتعالجه المعالجة المحاسبية بتاعتنا. الموضوع الرابع والأخير اللي هو النهاردة اللي هي الجزء المتعلق بالأخطاء المحاسبية، وطبعا الأخطاء المحاسبية عندك نوعين من الأخطاء، في أخطاء بيتم اكتشافها قبل ما بيتعمل ميزان المراجعة، وفي أخطاء تانية بتكتشف بعد لما بيتعمل ميزان المراجعة. اللي احنا خدناه النهاردة مع بعض اللي هو الأخطاء المحاسبية اللي بيتم اكتشافها قبل عمل ميزان المراجعة، وخدنا كذا نوع أنواع خطأ، خدنا خمس أنواع من الأخطاء، وحالة لما طرش في جانب تمام يا حضرات؟ تمام يا دكتور. طيب في حد عنده في حد عنده أي مشكلة في المحاضرة بتاعت النهاردة؟ والمحاضرة كده كده هتتسجل، لو في حد ما سمعش المحاضرة كويس كده كده هتترفع على اليوتيوب. تمام يا دكتور. تمام ماشي، يلا وبالتوفيق كده يا دكتور. سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم كده يا رب. تسلم يا دكتور، ألف شكر. الله يخليكم، الله يخليكم، شكرا، مع السلامة. سلام.